هذا العمل منكم وهو قراءة القرآن، حفظه، تجويده، مجلسه، عمل مبروك، وأنتم كلكم إن شاء الله موفقون. أكو في الحديث الشريف عن الإمام الصادق يقول يوم القيامة يقال لحفظة القرآن اقرأ آية ورقة درجة، يعني في القرآن على المشهور 6660 آية، درج الجنة هكذا 6660، الأخ حافظ آية الدرجة، الأخ حافظ آيتين الدرجة الثانية، الأخ حافظ آية ثالثة درجة ثالثة. يقال لحافظ القرآن اقرأ آية ورقة درجة. إن شاء الله كلنا نكون هكذا إن شاء الله. قراءة القرآن، حفظه، تجويده، فهذا عمل مبارك، ونحن جميعا إن شاء الله مشهورون به.